بسم الله الرحمن الرحيم. أبو زيد المقر الإدريسي، وكيل لائحة المصباح بإقليم الجديدة. أول ما أحب أن أبينه أن هذه الصورة التي تدونت هذه الأيام بعد أن غطست في الأرشيف أزيد من 4 سنوات ورأى جهات مغرضة جوابي عليها. لا ينام وهو في عمله إلا من كان متعبا ومرهقا ومحروما من النوم بسبب كثرة الأشغال، بالإضافة لظرفية خاصة تتعلق بالوضع الصحي. الذين لا يأتون إلى البرلمان لا تؤخذ لهم صورهم نائمين. الذين ينامون ملء أجفانهم في بيوتهم لا يحتاجون إلى أن يناموا داخل البرلمان، وإنما يغلب الإنسان بقاهر النوم لقلة الساعات الكافية للنوم التي يوفرها لنفسه بسبب الأصفار والأشغال والماء. الدليل الأقوى على أنهم لم يجدوا شيئا يقولونه لهذه الصورة، وأنهم لم يثيروا أي شيء عن أداء البرلماني أو عن ذمة البرلمانية أو عن مسؤوليتي كبرلماني. كنت دائما أؤدي واجبي في مناقشة القوانين وتعديلها والتصويت عليها. كنت دائما أحضر